أهلا بكم. انتهت مهلة الوطن في العشرين من هذا الشهر، وهي المهلة التي أعلنها ثوار تشرين كآخر فرصة أمام قوى السلطة وميليشياتها للانصياع لمطالب المتظاهرين المستمرين في حراكهم منذ نحو 4 شهور. وبدأت مرحلة الخطوات التصعيدية عبر إغلاق الطرق الرئيسة في بغداد وبقية المحافظات المنتفضة ومحاصرة المنشآت الحكومية الحيوية، فضلاً عن تنظيم الاعتصامات المفتوحة في الميادين والساحات العامة والطرق الرئيسة الداخلية والخارجية. وأكد المتظاهرون أن هذا التصعيد مرتبط بخطوات قوى السلطة القادمة، وأن هناك تصعيداً جديداً وكبيراً في الأيام القادمة مع تعنت السلطة. مرحلة الخطوات التصعيدية لثورة تشرين ضد قوى العملية السياسية وميليشياتها هو ما سنبحثه في حلقتنا في حلقة هذه الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما أهمية الخطوات التصعيدية التي بدأت بعد انتهاء مهلة الوطن في حسابات ثوار تشرين؟ وما هي طبيعة وشكل الخطوات التصعيدية المستقبلية التي يهدد بها ثوار تشرين إذا ما واصلت قوى السلطة عنادها وتعنتها؟ وهل يمكن لقوى السلطة الانصياع والرضوخ لمطالب الثورة إذا ما مضى الثائرون بخطواتهم التصعيدية في المرحلة القادمة؟ ولماذا فشلت تظاهرات الميليشيات الطائفية وفرق الموت في التشويش على تظاهرات تشرين وتسويقها على أنها تظاهرات الوطن، تظاهرات الميليشيات طبعا؟ وهل سيبقى الخيار الأمني الدموي هو رهان السلطة الوحيد في التعاطي مع ثورة تشرين؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، إياد الدليلي. انتهت مهلة الوطن دون أن تتنازل السلطة الحاكمة أو تغير موقفها من الخيار الأمني في مواجهة التظاهرات، ولم تلبي أدنى المتطلبات لثوار تشرين. استمرت الكتل والأحزاب في لعبة المحاصصة وكأن شيئا لم يكن، فما كان من المتظاهرين إلا أن يصعدوا من خطواتهم السلمية، وتحولت التظاهرات والاعتصامات إلى حالة غضب عام تجسدت ردوده في إغلاق الطرق والجسور وسد طرق الموانئ النفطية وتعميم حالة الإضراب العام ورفع العصيان المدني إلى أعلى مستوى منذ بداية التظاهرات. مقابل هذا التصعيد السلمي صعدت الحكومة وميليشياتها من خطواتها القمعية ورفعت جاهزيتها للتصدي للتظاهرات والاعتصامات، فاستخدمت الرصاص الحي والقنابل الحارقة وشنت حملات دهم واعتقال في مختلف المحافظات، فكانت النتيجة أن استشهد وأصيب وأخفي الآلاف من المتظاهرين والناشطين. ازدياد حدة القمع يدل على مدى تأثير الخطوات التصعيدية للمتظاهرين على السلطة الحاكمة وميليشياتها، حيث تعد هذه الخطوات التصعيدية مرحلة جديدة في حياة الثورة، إذ أن إغلاق طرق الموانئ سيشل الحركة الاقتصادية التي لم يستفد منها الشعب يوماً، وإنما تصب دائماً في جيوب المسؤولين وزعماء الميليشيات، وأكثر ما يخشاه هؤلاء هو تأثر مصالحهم الاقتصادية. ولا يزال العصيان المدني أحد أنجع طرق المقاومة السلمية للسلطة الفاسدة، فهو يحرم النظام من مورد اقتصادي رئيس يساعده في الاستمرار، كما يمنع الأجهزة الأمنية والميليشيات من استخدام أموال الشعب العراقي المنهوبة لتمويل جرائمهم وقمعهم للثوار، فضلاً عن أنه أداة للضغط على الشركات الخاصة والمملوكة للمنتفعين من النظام لوقف تمويل القوات الحكومية والميليشيات. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي نبحث فيها في المرحلة أو نبحث فيها المرحلة التصعيدية لثوار تشرين بعد انتهاء مهلة الوطن في 20 من شهر كانون ثاني الجاري. ضيوف الطاولة: دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، ومعنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليمي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. إياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، ما دمنا نتحدث عن مرحلة التصعيد التي أعلنها
ثوار تشرين بعد انتهاء مهلتهم للحكومة لتنفيذ المطالب في العشرين من هذا الشهر. هناك تطور جرى يوم أمس واليوم، وهو تظاهرات الميليشيات بعدما انفضت هناك هجوم كاسح وشرس على ساحات التظاهرات، إحراق للخيم. الآن من أمس إلى اليوم حوالي 4 شهداء ربما أكثر. هذا الذي جرى بعد تظاهرات الميليشيات في أي سياق يمكن أن يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، هذا كله في سياق محاولة التخلص من التظاهرات، التخلص من هذه الثورة، القضاء على هذه الثورة. يعني مثل ما بدأت هذه الثورة في 1 تشرين واجهوها بالرصاص والاعتقالات، واستمرت هذه المحاولات يعني لحد الآن فاتورة الحرية يبلغ عدد الشهداء والجرحى أكثر من 27,000 عراقي. هذا كل جزء من عنده، الاختطاف، الميليشيات، الاتهامات للمتظاهرين، نعتهم بصفات سيئة، هذا كل جزء من عنده. لكن هذا كله لم يفت في عضد التظاهرات، في عضد الثورة هذه الماضية إلى طريقها وأهدافها، وضعت وهزت العملية السياسية هزا قويا، هزت كل أرضيتها وكل فضائها الذي تحتمي به. فبالتالي هذه القوى السياسية تدافع عن مناصبها، تدافع عن مكتسباتها، تدافع عن مرجعياتها الخارجية إقليميا ودوليا. فلا بد لها من أن يعني تمضي في هجومها بعد أن اعتبرت كل الشعب العراقي أعداء لها، وشنت الحرب عليهم من 1 تشرين الأول لحد الآن. جزء من هذه ما جرى بعد مقتل سليماني ومهدي المهندس واجتماع الميليشيات في قوم وقرارهم بالتظاهر هذا الذي ضد أمريكا مثل ما قالوا وضد الفساد. في هذه التظاهرة ظهر التناقض الواضح، وظهرت صورة يعني واحدة من منجزات هذه الثورة، دعني أقول أولا أنها أسقطت كل الأقنعة. البعض ظل متشبثا بقناعه، ظل يحاول بطريقة أو بأخرى أن يظهر للآخرين تودده، أن يظهر للآخرين وجوده معهم لحد هذه التظاهرات. هذه التظاهرات قالوا أنها ضد الفساد ولإخراج أمريكا من العراق. وخرجت التظاهرات مثل ما شاهدنا يوم الجمعة في منطقة الجادرية لتهتف كلا أمريكا والفساد، غادر الفساد. القضيتين لا يمكن أن يركبان مع بعضهم. الشعب العراقي يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت العراق عام 2003 ولم تخرج من العراق. نعم. وإذا كان البعض ربما يقول أنه في 2011 خرجت من العراق، نعم خرجت أمريكا من العراق من الباب ودخلت من الشباك، لديها قواعد ولديها جيوش. يعني القضية التسمية تحولت إلى غير شيء، صار احتلالا تعاقديا بموجب عقد وقعت الحكومة معها. وبالتالي جاءوا في 2014 وقالوا استدعينا هذه القوات لمحاربة داعش، فوجود القوات الأمريكية وحاربوا تحت مظلتها كل هذه الميليشيات التي تظاهرت يوم أمس والحكومة معها وكل قواها، حاربوا تحت مظلة هذه وبحماية هذه المظلة. وما زالت المظلة لحد الآن مستمرة. نعم، وحاربوا في الرمادي، في الفلوجة، في صلاح الدين، في الموصل، في مناطق كثيرة، وكانت تسندهم، وكان المظلة الجوية والمظلة الأرضية والخبراء يسندونهم، وكل الخرائط موفرة لهم وكل التسهيلات التي يحتاجونها من سلاح وغيره وعتاد، وكلها متوفرة لهم من هذا الجانب اللي يسموه الشيطان الأكبر. عندما حصلت هذه المشكلة بين إيران وأمريكا، يعني السياسة الإيرانية قررت أن تسخر ميليشيات أذرعها في العراق للهتافات والقول أن يجب خروج أمريكا من العراق، وكأن إيران ليست موجودة في العراق وهي تتخادم مع أمريكا في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، وهي اللاعب الرئيسي. يعني ربما كانت في السنوات الأولى اللاعب الثاني، لكن بعد سنوات صارت اللاعب الرئيسي، ربما حتى الدور الأمريكي تراجع إلى الوراء وكان اللاعب الإيراني هو اللاعب الأساسي. فوصولا إلى خروج أمريكا، الهتاف لخروج أمريكا، هذا لم يقنع العراقيين، لأن أهل العراق يعرفون والمتظاهرين بالساحات يعرفون أنهم خرجوا من أجل سيادة العراق، لأن فيها إيران وأمريكا ويجب أن تخرج الاثنين من العراق،
وهذه الهتافة ضد أمريكا فقط وليبقى العراق حصة إيرانية. النقطة الثانية التي تظاهروا عليها هي الفساد، قالوا ضد الفساد. طيب ما هذه القوى جزء من الحكومة، وهي على الأقل يعني هذا التيار الصدري هو جزء من الحكومة من عام 2005، ولديه وزراء ولديه نواب في البرلمان، إذن هو يتظاهر ضد نفسه؟ هل يمكن أن يعقل هذا؟ يعني يهتف ضد الفساد والفساد جزء من لأن لديه وزراء، لديه مدراء عامين وكلاء وزارة، موظفين كبار، لديه قادة بالجيش، قادة بالمؤسسات الأمنية في كل مكان، هذه محاصصتهم الطائفية وتوزيع المناصب هكذا يجري. فبالتالي لا يمكن قبول هذه النقطة. وبالتالي هذه التظاهرات التي دعت لها الميليشيات وقادتها من قم وطهران، الغاية الأساسية لها هي بس حتى دكتور انتقل هي سحب البساط من تحت أقدام المتظاهرين في ساحات التحرير في العراق. هذه كانت الغاية. لذلك توقيت قرار الهجوم على الساحات يعني تماما مؤقت، بشكل انتهت هذه التظاهرات مباشرة بهذه الخيبة مباشرة، وعز وكأن هناك اتفاق مع الجهات الأمنية مع هذه قوات الشغب وغيرها للهجوم على هذه الساحات. ورأينا منذ يعني يوم أمس، منذ ليلة أمس الهجوم بدأ على الساحات، بدأ القتل يعود، وهي ربما قبل أيام كان الاستعداد لها في طريق محمد الخامس وغيرها، وكأنه اليوم الأول للتظاهرات بهذا الشكل الهجوم القاسم. في نفس الوقت هم يتحدثون عن أنهم يعني أبناء المرجعية، والمرجعية هم يعني يضعونها فوق كل اعتبار، لكن المرجعية في نفس الوقت مرجعية النجف تقول لهم استجيبوا لطلبات المتظاهرين. الاستجابة يعني حتى في هذا تناقض، حتى الاستجابة أنت تحرق خيام المتظاهرين تقتلهم بالرصاص، هذا نوع الاستجابة الذي تعبر عنه أنت في قولك أنت تحترم المرجعية وتحترم قراراتها وتفعل هذا. نقطة مهمة دكتور عن قضية استمرار قوى السلطة والميليشيات بالخيار الأمني الدموي وقتل المتظاهرين. دكتور عبد الحميد العاني في عمان، أولا مرحبا بك معنا. مرحبا، حياكم الله. أهلا وسلم دكتور. منظمة العفو الدولية تحدثت أنه هذه السلطة الموجودة في العراق لا نية لها على الإطلاق لإيقاف الانتهاكات والجرائم والقتل ضد المتظاهرين في العراق. هل تعتقد أن المجتمع الدولي ومنظمات الحقوقية ومنها العفو الدولية بات على قناعة أنه حتى الأمم المتحدة اليوم لديها بيان أنه هذه الإجراءات، إجراءات ملاحقة القتلة، إيقاف القتل ضد المتظاهرين، الحقيقة هو عبارة مجرد أو إجراءات وصفتها جوفاء فارغة لا معنى لها؟ المجتمع الدولي الآن على قناعة راسخة أنه هذه السلطة وميليشياتها لن توقف دوامة القتل، آلة القتل، وبالتالي هل سيكتفي هذا المجتمع ببيانات التنديد والتوصيف لما يجري في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوف الأكارم وجميع المشاهدين. وربما منذ الأيام الأولى قلنا أن السلطة ليس أمامها أي استعداد لتقديم أي تنازل للشعب، لأنها ستفقد وجزء من صلاحياتها، وهي لا يسع عندها أي استعداد لأي تنازل أو تقديم أي شيء من هذه أو تضحية بأي مكسب كما تسميه من مكاسبها على حساب الشعب العراقي ومآسيه. وقلنا أيضا في حينها أن السلطة هذه، أحزاب السلطة، ستسير بمسارين متوازيين، أحدهما استخدام القوة والقوة المفرطة للإجهاز على هذه الثورة وهذه التظاهرات وإرجاع الشباب إلى بيوتهم والقضاء على أحلامهم، ومن جانب آخر أيضا محاولة استدراج البعض بالحيلة والخداع وغير ذلك. وهل يوم هذه المعطيات على الأرض وتطبيقاتها وما جرى خلال هذه الأربعة أشهر الماضية كلها أكدت هذا الأمر بما جعل المجتمع الدولي ومنه المنظمات وحتى المنظمة الأمم المتحدة على قناعة تامة بأن هذا هو الذي يجري، لأنه لا يوجد هنالك على الأرض أي تقدم أو أي إجراء سياسي أو أي مؤشر على أن هذه الأحزاب هي على استعداد للقيام بأي خطوة إيجابية، بل هي مصرة على هذين الخيارين، استمرار هذه الطغمة، هذه الأحزاب في فسادها، وإهمال مطالب الشعب سواء كان بالقوة أو بالحيلة وغيرها. أما السؤال الثاني وهو أنه هل يكفي هذا الإدراك
وهذا الاستنكار من قبل المنظمات ومن قبل الأمم المتحدة بالتأكيد لا يكفي. طبعا كل له واجبه وعليه واجب أيضا. نعم. الأمم المتحدة، المنظمات الأممية ليس بيدها إلا أن توثق هذه الحالة وبشكل دقيق ومهني، وتقوم بإصدار بياناتها وإيصالها إلى الأروقة السياسية، لكن الواجب الملقى على عاتق المنظمة الأممية والدول المنضوية تحتها وبما فيه دول الإقليم والمجتمع عموما وبما فيه أيضا المجتمع الأوروبي، الدول الأوروبية، هذه جميعا اليوم التي وصلت إلى هذه القناعة بناء على تقارير مهنية وقناعات مهنية وبما فيهم المبعوثين الأمميين في تقارير مؤكدة وموثقة بأن هذه هي الحالة اليوم، إذا لابد من اتخاذ إجراء على الأقل سحب الدعم وسحب التأييد لهذه الأحزاب لهذه العملية السياسية. العملية السياسية كما حددنا وقلنا أكثر من مرة، العملية السياسية هي المظلة التي يحتمي فيها الفاسدون وهذه الأحزاب الفاسدة، وهي التي مارست فيها جميع أنواع الظلم والاضطهاد بما في ذلك هذه الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين في هذه الساحات. نعم. وسقوط مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، فضلا عن الاختطاف والتعذيب وغير ذلك. لذا نحن نقول أن هذه القناعة التي وصلت إليها هذه الأمم، هذه الأمم المتحدة، الدول لا تكفي، وإنما لا بد أن تتبعها إجراءات عملية للوصول أو لإخراج العراق من هذا المأزق الخطير الذي قلنا أيضا أكثر من مرة أن هذه الآثار لن تبقى فقط. نعم. محصورة في إطار الحدود العراقية. نعم. نتحول إلى الدوحة ونرحب بضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ إياد الدليل. مساء الخير أستاذ إياد. أستاذ إياد اسمعنا؟ هناك مشكلة بالاتصال والتواصل ويا الأستاذ دليمي، قد لا يسمعنا حتى يكون معنا جاهز أو التليفون هو جاهز. دكتور رافع، نحن نتحدث عن مرحلة التصعيد لثوار تشرين، أعطوا مهلة انتهت في 20 من هذا الشهر، بدأت الحقيقة إجراءات بقطع الطرق والجسور ومحاصرة منشآت حيوية وما إلى ذلك، والسلطة أيضا في حالة تصعيد. أيضا في حسابات الثوار، هل هم جاهزون لهذا التصعيد من قبل السلطة، خاصة أن هذا التصعيد الآن أنتج 1000 شهيد وأكثر من 25,000 جريح، وعمليات الخطف مستمرة، الاعتقال مستمرة، التغييب مستمرة، في حساباتهم جاهزون لهذا التصعيد؟ عندما يصعدون هناك تصعيد مضاعف من قبل السلطة. أستاذ ماجد، يعني هناك إدراك جمعي هذا ما لمسناه طوال هذه نحو يعني ما يقرب من 4 أشهر، إدراك جمعي لدى كل الثوار أن هذه السلطة سلطة غاشمة مستبدة، ليس لديها سوى اليد التي تضرب سوى الحل الأمني. واجهتهم من أول يوم في 1 تشرين بالرصاص والقتل والاعتقالات، فلذلك هم هي في حالة تصعيد منذ اليوم الأول. نعم. نعم. هم يدركون إدراكا تاما أن هذه السلطة لن تواجههم، يعني لن ترمي عليهم الزهور، سترمي عليهم القنابل والرصاص، وستواجههم بأعنف أساليبها، وأساليبها للعنف تتصاعد يوما بعد آخر. وتعرف ويعرفون الثوار من البداية أنهم الآن قد دخلوا مرحلة فيها اهتزاز للعملية السياسية، فيها اهتزاز لكل هذا الطيف السياسي الذي يحكم العراق. فبالتالي هذا الطيف السياسي، هذه العملية السياسية بأحزابها بقواها بميليشياتها، يدرك الثوار أن هؤلاء سيواجهونهم بهذا الأساليب. فالتصعيد يعرفون أنه سيواجه بتصعيد، وحتى لو لم يصعدوا هم يدركون أن المواجهة قادمة وهي مستمرة الحقيقة، لم تتوقف. يعني في كل يوم كان أكو شهداء، هذا العدد الكبير من الشهداء نحو 1000 شهيد وجرحى، ويصل العدد إلى 27,000 وأكثر. نعم. هذه في حرب، أنت يعني هم يدركون أنهم داخلين في معركة في حرب، هذه السلطة شنت الحرب ضد الشعب. فبالتالي سواء صعدوا أم لم يصعدوا الحرب مستمرة. قبل التصعيد، ليأتيك قبل التصعيد، ألم يعني
يعطون الشيخ مري أوامر بفضل اعتصامات في الناصرية ودخل على الجسر وقتل عشرات من الـ من الـ من الأبرياء من الشباب الصغار، ألم يقتل في ساحة التحرير أكثر من ثم ظهر في محاضرة مع وزير الخارجية بالباس العسكري. نعم بعدين قالوا اختفى ولا نعرف وين وما نقدر نحقق معه. صدرنا أمر القاء القبض عليه. القاء القبض وكذبة كبيرة. دكتور تسمح لي أستأذن منك لأن ضيفنا يعني الآن أمن الاتصال ويا الأستاذ أياد من الدوحة. مساء الخير. أستاذ أياد. مساء النور أستاذ ماجد حياك الله. أهلاً وسهلاً. السلطة كما ذكر دكتور رافع في حالة تصعيد ضد الثوار، الثوار أعلنوا عن مهلة ثم مرحلة أو خطوات تصعيدية قطع طرق. نعم لا تسمعني أستاذ أياد؟ أوكي يسمعني أستاذ أياد؟ أكو مشكلة؟ إذن أكو هناك مشكلة في التواصل مع ضيفنا من الدوحة الأستاذ أياد الدليمي حتى يتم معالجة يعني هذه المشكلة في الاتصال مع أستاذ أياد الدليمي. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة اليوم عن مرحلة التصعيد التي دشنها ثوار تشرين في العراق، ثم نعود لإكمال النقاش، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد، ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز، تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في مرحلة التصعيد لثوار تشرين التي دشنت بعد انتهاء مهلة الوطن في العشرين من هذا الشهر. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، وعبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، والمفروض يكون ويانا الآن الأستاذ إياد دليمي الكاتب الصحفي من العاصمة القطرية الدوحة. أستاذ إياد مرحبا بك. حياك الله أستاذ ماجد. هل ستسمعني زين؟ اي تمام والله. نتحدث عن مرحلة التصعيد من قبل الثوار التي أعلنت بعد العشرين انتهاء مهلة العشرين من هذا الشهر، والسلطة في حالة تصعيد منذ اليوم الأول، هناك 1000 شهيد، هناك 25 إلى ربما 26,000 جريح. هل الثوار جاهزون لهذا التصعيد المتصاعد إذا صح الكلام من قبل يعني قوى السلطة وميليشياتها؟ هل هم جاهزون؟ على ما يراهنون في مواجهة السلطة وهذا التنكيل أو البطش بيد الميليشيات وفرق الموت؟ علامة المراعاة هنا يعني أعتقد أن المتظاهرين يراهنون على شرعية مطالبهم. نعم. يراهنون على هذا الفساد الكبير المستشري في العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. يراهن المتظاهرون على سلمية مطالبهم وشرعية هذه المطالب، بالتالي أنا أعتقد أن الخطوات التصعيدية التي يمكن أن يقوم بها المتظاهرون يعني شاهدنا جزء منها في المرحلة الماضية عندما يعني وصل الأمر امتد من ساحة التحرير إلى ساحة الطيران إلى ساحة الكلاني ومن ثم قطع الجسور، وشاهدنا يعني جسر محمد القاسم لأربعة أيام كان مغلقا وبيد الثوار، وجسر الدورة أيضا نفس الحالة في الناصرية في البصرة. أعتقد أن لدى الثوار قدرة ونفس طويل على المطاولة، لأنهم يدركون أن هذه العملية السياسية باتت مأزومة فعلا، مأزومة بفعل الفساد المستشري، بفعل غياب فاعل وعامل كبير كان ربما يسير هذه العملية السياسية والحكومة وهو الجنرال قاسم سليماني. هذه الضربة التي يعني أعتقد أنها يعني جعلت من أحزاب السلطة
في حي صبيص لا تعرف ماذا تفعل. كان هذا الرجل يمسك بتلاديب الكثير من أحزاب السلطة وميليشياتها، بالتالي باتت هذه الأحزاب والميليشيات ربما في حالة انكشاف شبه كامل. إيران اليوم مستاء جدا مما يجري حتى بين هذه الأحزاب التي تتناهب السلطة وتتقاسمها. إيران اليوم لا تعرف كيف تتصرف. كان قاسم سليماني يسد ثغرة كبيرة جدا بالنسبة لإيران. أعتقد أن وضع المتظاهرين الآن أفضل بكثير من الأيام الأولى لانطلاق التظاهرات. شاهدنا ردة الفعل التي قام بها المتظاهرون اليوم بعد انسحاب الخيم العائدة لجماعة التيار الصدري. هذا الانسحاب الذي كان يعتقد البعض أنه سيؤدي إلى إخلاء الساحات ربما من المتظاهرين، إلى رفع الغطاء الذي كان يوفره لهم التيار الصدري بطريقة أو بأخرى، ولكن الذي حصل هو العكس. اليوم المتظاهرون باتوا أكثر إصراراً، باتوا أكثر وعياً، باتوا أكثر قدرة على الاستمرارية. اليوم المتظاهرون كسبوا شرعية أكبر عندما صار الجميع ينظر إليهم على أنهم متظاهرون بدون أي سند حزبي أو سند ميليشياوي أو سند حتى من بعض الشخوص سواء الدينية أو السياسية. وهذا أنا أعتقد سيعطي زخماً أكبر للثورة في قابل الأيام. نعم. لكن طبعا أقرأ لك فقرتين من آخر بيان العفو الدولية. ذكرت أن الثوار في هذه المجابهة والتصدي يراهنون على شرعية المطالب وأحقيتها. العفو الدولية تقول أن قوات الأمن العراقية استأنفت حملتها القمعية الدموية أو المميتة ضد المحتجين، وكذلك تؤكد المنظمة أن هذه السلطة لا نية، وصلت إلى قناعة أن هذه السلطة لا نية لها على الإطلاق لوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين، الانتهاكات الجسيمة والجرائم. وبالتالي هل تعتقد أنه مراهنة التظاهرات على هذه الشرعية، على البعد الأخلاقي البعد الوطني، كافية تديم زخم هذا الحراك؟ أنا أعتقد أن بيان منظمة العفو الدولية اليوم كان مهم جدا وخطير أيضا في نفس الوقت. بيان منظمة العفو الدولية هو بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي. أيضا الأمم المتحدة تحدثت الآن أنه إجراءات الحكومة في ملاحقة القتلة من يقتل المتظاهرين أو محاسبتهم الإجراءات جوفاء، ليست صحيح. ليست صحيحة، هكذا وصفتها بالضبط. لهذا أقول أن هذا البيان الذي صدر اليوم من منظمة العفو الدولية سيكون بمثابة جرس إنذار، وربما الإنذار الأخير للمجتمع الدولي من أجل أن يسارع في عملية التعاطي مع هذه التظاهرات. واضح أن هذه الحكومة بميليشياتها المختلفة بأحزابها المتسلطة لا تريد أن حتى تستمع لمطالب المتظاهرين. كل ما فعلته إلى الآن هي عبارة عن محاولات تسويف ومماطلة من باب كسب الوقت، ولكن أعتقد أن ثبات المتظاهرين واستمراريتهم وشرعية مطالبهم والتعاطف الكبير الشعبي سواء في داخل العراق أو حتى خارج العراق من قبل كثير من المنظمات سيؤتي ثماره، سيجبر هذه الحكومة على إما أن تصعد من عملياتها القمعية ضد المتظاهرين، وبالتالي ربما فقدان شرعيتها هذه الحكومة، ربما تفقد شرعيتها، ربما سنجد أن الملف العراقي سيكون متداولا على صعيد دولي في مجلس الأمن وربما في الاتحاد الأوروبي، وربما الأيام الماضية شهدت مثل هذا النوع من التحركات. لذلك أنا أعتقد أن الحكومة في وضع مأزوم جدا. الحكومة باتت تتخبط. عملية التصعيد التي انتهجتها هذا اليوم سواء في البصرة أو في بغداد جاءت بنتائج عكسية، زادت من شعبية المظاهرات، زادت من زخم هذه التظاهرات. الحلول الأمنية التي كانت تعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض منسوب المتظاهرين والزخم البشري جاء بنتائج عكسية. أعتقد أننا أم أيام فاصلة ربما سنشهد مزيدا من هذا العنف، ولكن هذا العنف كلما زاد كلما سيؤتي بنتائج عكسية ترتد على من سيستخدم هذا العنف المسلح من قبل الحكومة وميليشياتها. هناك حالة من التخبط كبيرة جدا لدى صانع القرار الحكومي في بغداد. هناك حالة من فقدان التوازن. هناك حتى داخل منظومة العملية السياسية تتوارد أنباء عن أن هناك خلافات كبيرة جدا في كيفية التصرف مع المرحلة القادمة. الجميع بما فيهم الميليشيات وما فيهم إيران الداعمة لهذه الميليشيات
باتوا في وضع مأزوم جدا. أعتقد أن استمرارية هذه التظاهرات واستمرارية الزخم البشري الذي تتمتع به وخاصة بعدما شاهدناه عصر هذا اليوم ربما سيؤدي إلى حلحلة، وربما قد نشهد كما قلت قبل قليل تداولا للملف العراقي، وربما يكون هناك تدخل أكبر من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن. نعم نعم شكرا دكتور رافع. مرحلة التصعيد، الخطوات التصعيدية دشنت بإغلاق الطرق الرئيسة داخلية والجسور أيضا، ساحات محاصرة منشآت حيوية خاصة المنشآت النفطية. أي تأثير لهذه الخطوات، قطع الطرق ومحاصرة المنشآت والمؤسسات الحكومية، أي تأثير هل لها من تأثير على النظام، على بنية النظام، على انسيابية حركة النظام؟ هل هذه القضية محسوبة من قبل الثوار حساب دقيق، أم ربما هي ردة فعل لهذا العنف، لهذا البطش، لهذا التنكيل؟ لا بالعكس، هي محسوبة حساب دقيق جدا. يعني هم يعرفون أنه قطع الطرق والعصيان المدني هذا سيؤدي إلى شلل الدولة، شلل كل هاي أجهزة السلطة القمعية، وبالذات الجهاز الاقتصادي الذي يعمل ويأتي بالأموال لهم. السلطة هذه اعتقدت في لحظة من اللحظات أنها يعني يمكن أن تحصر هذه التظاهرات في منطقة دكتور معينة. دكتور، على ذكر المؤسسات التي تصنع مال، هناك تركيز الحقيقة على المنشآت النفطية وعلى الموانئ. نعم. يعني المتظاهرون يركزون على هذه القضية. نعم، نحن مثل ما تعرف أستاذ ماجد ويعرف كل الناس، العراق بلد يعتمد على النفط، هو بلد اقتصاد ريعي. نعم. يعني ما يأتي من النفط هو الذي هو يشكل يعني 95% من ميزانية العراق، هذه الحقيقة. فبالتالي هو النفط المورد الوحيد، فعليا المورد الوحيد لبقاء هذه السلطة ولتسيير أمورها ولمعيشة هذه الميليشيات والقوى السياسية ولنهبهم وفسادهم. التظاهرات الثوار أدركوا هذا من البداية، لذلك قالوا سنصعد الخطوات، يريدون أن يصلوا إلى مرحلة يوقفوا الحياة الاقتصادية، يوقفوا حركة الحياة في كل العراق. عندما تتوقف هذه الحياة، يعني في بغداد عندما يقطعون الرصافة عن الكرخ ستتوقف الحياة، توقف الحياة، توقف الطرق. المتظاهرين في البصرة، في الناصرية، عندما يقطعون الطرق الرئيسية وتقف الشاحنات، فبالتالي هذه ممكن تتطور إلى حقول النفط، يقف التصدير. هذا كله سيستدعي العامل الدولي. أستاذ أياد كان يتحدث أنه العراق ربما يطرح ملفه على طاولة الأمم المتحدة. نعم، الملف حاضر الآن. هذه السلطة الآن، كل العالم بعد هذا الشباب، شباب ثورة تشرين، عندما سحب العراق كله من الظلمة إلى تحت الضوء، الآن العالم كله يرى العراق الآن بنظرة أخرى، من زاوية أخرى. لم يكن، كان هناك جزء كبير من العالم لا ينظر إلى العراق. نعم. لأن هناك تحتيم أمريكي وتحتيم دولي وتحتيم حتى من الأمم المتحدة على هذه التجربة العراقية البائسة الرثة، لا أحد ينظر إليها. هذه تجربة أمريكية وتركوها في حالها، ووصلت القناعة إلى البعض أن العراق قد انتهت هذه قضيته. لكن هذا الشباب أعادوا العراق إلى تحت الضوء. الآن العالم كله ينظر إلى العراق، يرى هذه الكارثة الكبيرة، أنه هذا الشعب بعد 17 سنة من الاحتلال والحديث عن الديمقراطية والحرية والرفاهية والتجربة الجديدة والدستور الجديد والعراق الجديد، وإذا بالشعب يخرج للمطالبة بالحياة، يطالب بوطن، إذن هؤلاء قد سرقوا الوطن. وبالتالي أنت أمامك هذا المجتمع الدولي كله، أما أن يتعاطى مع هذه الحكومة ويتعامل مع هذه القوى التي تشكل الطبقة السياسية ويدفع بها للقضاء على الشعب، أو يقف مع الشعب العراقي. هذا الشعب الآن في عناد كامل، لأن حقوقه مسلوبة، وطنه مسلوب. فبالتالي يعرف أن قطع الطرق وهذه كلها مدروسة، ويصل إلى مرحلة يشل الحياة. وعندما يشل الحياة يستدعي العامل الدولي بشكل قوي وسريع، لأن كل هذه الدول، منظمات وشركات ودول، لها مصالح مع العراق وتريد أن يبقى العراق مستقرا في منطقته، تمضي بمصالحها. وبالتالي لابد أن تتعامل مع هذه الثورة بسرعة، لأن هذه الطبقة السياسية قد انكشفت، سقطت أقنعتها، غير قادرة أن تحكم البلاد، غير قادرة أن تتعامل مع الشعب، مو فقط تحكم لكن أن تتعامل مع الشعب. هناك قطيعة
قطيعة كبيرة بين الشعب وهذه القوى. صدر التقرير لمؤشرات مدركات الفساد للشفافية الدولية لعام 2019. مع كل هذا الذي جرى في العراق هناك ثورة ضد الفساد ضد الأحزاب الفاسدة. العراق ما زال يتبوأ المراتب الأولى في الدول الأكثر فسادا في العالم. العراق من بين الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم. نعم. يعني البعض يفرحون من مؤسسات الحكومية الآن تفرح أنه كان موقع العراق قبل يعني بعد دولة دولة والآن صار قبلها. هذا كلام. نعم. يعني أنت عندما تنظر إلى الدول التي بعد العراق ستجد الصومال والسودان والليبيا واليمن دول منهارة لا يمكن فاشلة دول فاشلة لا يمكن حتى تسميتها دول. نعم. فبالتالي أنتم دولة فاشلة لأنه في هذه المجموعة والعالم يعرف هذه الحقيقة. نعم. دكتور عبد الحميد الثوار بدأوا مرحلة التصعيد والخطوات التصعيدية لكنهم هددوا بخطوات تصعيدية أكثر إذا ما وصلت قوى السلطة تعنتها عنادها خيارها الدموي في استهداف المتظاهرين قتلا اغتيالا اختطافا تغييبا. برأيك ما هو شكل وطبيعة الخطوات التصعيدية الأخرى التي قد يعمد إليها المتظاهرون الثائرون في المرحلة القادمة؟ يعني هنالك نتحدث عن تصعيد من قبل المتظاهرين بأشكال ميدانية وهي كثيرة جدا لا يمكن حصرها بشكل من الأشكال، لكن الأهم في هذا التصعيد من قبل المتظاهرين هو استمرارهم وثباتهم على هذه المطالب وعلى هذه التظاهرات وثورتهم هذه. مجرد ثباتهم وبقائهم في هذه الساحات رغم كل هذا الضغط القتل والقمع والذي تحدثتم عنه كل هذا هو هذا أهم قضية من قضايا التصعيد. الأمر الآخر اللي هو يحتاج هؤلاء المتظاهرون الذي ذكرناه أيضا في حلقات سابقة ربما ناقشنا في هذا الموضوع وقضية التصعيد السياسي، يعني لابد أن يكون هنالك انتقال عند هؤلاء المتظاهرين، انتقالة سياسية عبر توسيع دائرة التحالفات أو على الأقل إظهار جسم جبهوي لعملهم ومن خلال مد جسور التواصل مع القوى الوطنية الأخرى الرافضة لهذه العملية السياسية والرافضة لهذا الفساد. هنالك إيجاد لابد من شكل من أشكال الحديث الجسم السياسي المعبر عن هذه الثورة حتى يكون هنالك فيها أكبر ضغط سياسي على هذه العملية السياسية وعلى أحزابها وأيضا يكون هنالك عامل ضغط لدى المجتمع الدولي. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا الذي يحتاج هؤلاء الشباب اليوم وهؤلاء المتظاهرون في قضية التصعيد هو أنه تزايد وامتداد هذه قضية التظاهر أو الإيمان بهذه التظاهرات لدى كثير من شرائح الشعب العراقي الذي نرى نحن اليوم كثير منهم ملتحقة بما فيهم طلبة المدارس وطلبة الجامعات، لكن أيضا هنالك شريحة أخرى وشريحة الموظفين. لابد أن يدرك بعض الناس الذي يتمسك بمصلحته الجزئية أو مصلحة متوهمة جزئية والتي هي مثلا الراتب والوظيفة ولا يفكر بمصلحة البلد. يعني هنالك اليوم نحن نقارن بين اثنين، بين شباب يواجه القوة والعنف والرصاص بصدور عارية يضحي بحياته وبين إنسان قابع في بيته يخاف على الراتب الذي يظن أنه ربما تمن به هذه الحكومة. لا، هنالك مصلحة وطن، ولذا نجد أن شعار المتظاهرين اليوم في ساحات التظاهر هو نريد وطن. لابد أنه يكون انتقال بإيمان بهذا الشعار نريد وطن لدى جميع أبناء الشعب العراقي. أما المظاهر هذا التصعيد من قطع الطرق وغيرها فهذه هي تفرضها الوقائع وهي متغيرات يومية ربما يعمد إليها هؤلاء الشباب من باب تحريك المياه الراكدة ومحاولة عدم جعل الأمور التظاهرات بشكل يسير بشكل رتابة وربما يؤدي إلى الملل. أعود وأقرر هو قضية الثبات على هذه المبادئ والاستمرار فيها أيضا وعدم الانخداع
ببعض ربما ما يقدمه أو ما تحاول هذه الأحزاب من تقديمه على شكل أو كأنه خدع حلول وغيرها، عدم الانخداع بذلك كله هذا يؤدي إلى ثباتهم واستمراريتهم. نعم، على ذكر خداع بعض من في السلطة، أستاذ أياد الدليمي، التظاهرات التي دعا إليها زعماء الميليشيات من قم وجرت يوم أمس في بغداد، هناك من يؤكد أن هذه التظاهرات، ويبدو واقع الحال هكذا، لم تنجح في سحب الأضواء والاهتمام من تظاهرات ثورة تشرين، لم يستطع أصحابها أن يسوقوها على أنها هي تظاهرات العراق، تظاهرات العراقيين، هي التظاهرات المعبرة عن آمالهم وآلامهم. وطبعا هنا اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين في بيان لها قالت الميليشيات القابعين في قم وطهران فشلوا في استقطاب الجماهير إلى مليونيتهم التي انفضت بعد سويعات، على الرغم من كل هذا التحشيد السياسي والإعلامي والمادي، سيارات وأموال وما إلى ذلك، لم تستطع أن تزاحم ثورة تشرين، تظاهرات الميليشيات لم تستطع أن تزاحم أو تزحزح أو تحظى أو 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 تأخذ من الاهتمام المسلط على ثورة تشرين، لما؟ يا سيد الكريم، فرق كبير بين أن تخرج متظاهراً لاستعادة وطن مسلوب وبين أن تخرج متظاهراً لأن سين أو صاد من المراجع أو الشخصيات السياسية دعاك لهذه التظاهرة، وأنت ربما خرجت مضطراً أو ربما حتى مؤمناً ولكن بقدر معين. ما شهدناه أمس من مظاهرة التيار الصدري هذه المليونية التي جرى التحشيد لها على مدار 10 أيام، ويعني تم تخصيص ميزانيات ضخمة وإمكانيات الدولة من أجل نقل المتظاهرين من مناطق معينة سواء في بغداد أو من خارج بغداد والمحافظات من أجل إظهار هذه المليونية. شاهدنا أن العدد في أحسن الأحوال لم يتجاوز 200,000، وأعتقد أن هذا العدد يعني قليل جدا قياسا بما تم توفيره من إمكانيات مذهلة وهائلة. بالمناسبة الكثير من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه التظاهرة أمس خرجوا منها وعادوا إلى ساحة التحرير. أجمل ما في ثورة أكتوبر، ثورة تشرين العراقية، أنها كانت ثورة وعي. يا سيدي، هذه الثورة أعادت جزء كبير من الوعي الذي ربما كنا نتساءل أين وعي الناس، أين شعورهم بالوطن منذ عام 2003 وحتى اليوم. هذه الثورة تمكنت من استعادة هذا الوعي. بالتالي وجدنا أن مثل هذه التظاهرات التي كان ربما سابقا مقتدى الصدر أو غيره من السياسيين والشخصيات الدينية والسياسية ربما ببيان صغير يخرج أضعاف هذا العدد في تظاهرات أخرى، ولكنه رغم أنه يعني حشد قبلها بعشرة أيام وسخر لها إمكانيات الدولة إلا أن العدد لم يكن يتجاوز في أحسن الأحوال 200,000، وهذا يؤشر مرة أخرى على أن الثورة العراقية التي انطلقت في الأول من تشرين نجحت في استعادة الوعي الذي كان يعني ربما غائبا عن شريحة واسعة من العراقيين. ما جرى أمس كان يعني ربما نفس أو النزعة الأخيرة لهذه الميليشيات وهذه القوى وهذه الأحزاب التي راهنت على أنها ستكون قادرة على إخراج مليونية بمعنى الكلمة، حتى وإن خرجت قلناها مسبقا حتى وإن خرجت فإنها ستكون مليونية مدفوعة لن يتجاوز يعني الحضور فيها الساعة إلى ساعتين، وهذا ما شاهدناه بالأمس. بالتالي أعتقد أن سقوط الشعارات وسقوط الرموز وسقوط الأشياء التي أو الشخصيات التي ربما كان ينظر إليها على أنها شخصيات وطنية وداعي للإصلاح كالسيد مقتدى الصدر، هذا واحد من أهم إنجازات ثورة تشرين العراقية. لذلك أنا أعتقد أن الذين خرجوا لاستعادة الوطن، تجابهم قوات الأمن، تجابهم الميليشيات، تجابهم الإعلام، تجابهم الجيوش الإلكترونية، ومع ذلك مصرين وصامدين لأنهم مؤمنون بقضية استعادة هذا الوطن، على العكس من الآخرين الذين خرجوا طاعة لفلان أو يعني مجبرين وخوفا من بعض العقوبات التي قد تنالهم سواء في الوظيفة أو في العمل أو في البيت أو في منطقة سكنها أو بالتهديد. ذلك فرق كبير. هذا الذي جرى كما شاهدناه في بعقوبة كانت الكثير من المناطق تتحدث قبل ليلة من تظاهرات مقتدى الصدر أن هناك تهديدات واضحة ومباشرة لهم بضرورة الخروج غدا في تظاهرة المليونية. على ذكر دكتور رافع، النزعة الأخيرة للسلطة في محاولة إخماد هذه التظاهرات كما ذكر ضيفنا من الدوحة أستاذ إياد،
الآن الخيار الأمني الدموي فشل في إخماد هذه التظاهرات وإنهاها على الرغم من كل الدماء التي سفكت. هذه التظاهرات التي حشد لها كثيرا لم تستطع أن تزحزح أو أن تحل بديلا عن تظاهرات ثورة تشرين. هل فعلا السلطة ستسلم بفشلها وترضخ تستمع تتفاهم مع المتظاهرين؟ أم ستبحث عن أساليب وطرق أخرى أيضا للقضاء على التظاهرات؟ دعني أولا أقول أنه يعني ما حدث اليوم من ليلة أمس إلى اليوم هذا الهجوم يعني المعلن ربما البعض سماه غير مسبوق أو غير مفهوم أو غير منطقي، هذا ليس ردة فعل على فشل التظاهرة التي قامت بها الحكومة. يعني ولأول مرة دعني أيضا أقول أن حكومة تتظاهر ضد الشعب، يعني شكلها أنه مظاهرة تقودها الحكومة ضد الشعب، هذه لأول مرة تحدث في العالم. يعني مو لأنه فشلت هذه التظاهرة، مو لأنه هناك بعض من روجوا أنه الحديث حتى التغريدة مال مقتدى الصدر أنه هو زعل أو لديه عتب على الذين شككوا في نواياه، هذا الكلام غير صحيح. هذه جزء من خطة معدة مسبقاً للهجوم بهذا الشكل، وبدت بوادرها واضحة كانت حتى قبل التظاهرات معدة، والتظاهرات هذه التي حدثت من الحكومة ضد الشعب هذه جزء أو مرحلة أو خطوة بهذا الاتجاه. لكن يعني هل الثورة، هل المواجهة انتهت؟ لا. يعني هل الثوار الآن في مأمن لأنهم استطاعوا أن يصدوا يعني هذه الهجمة ضدهم، أو هل هذه هي الهجمة الأخيرة؟ لا، الهجمة مستمرة. هذه السلطة لن تسلم، هذه السلطة ليس لديها سوى الحل الأمني والحل الدموي هذا اللي حضرتك تحدثت عنه، وهي ماضية فيه وستعيد المشهد مرات ومرات. يعني هذه القضية مستمرة، والثوار يدركون هذه، يدركون أنه المواجهة مع هؤلاء يعني فيها أشواط كثيرة، ما زالت أشواطها. نعم صمدوا لحد الآن، لكن الصمود يحتاج إلى ثبات أكثر، إلى يقين أكثر، إلى قوة أكثر، إلى تحمل أكثر، لأن الهجمات ستستمر، وهؤلاء يعني هذه السلطة الغاشمة عازمة على أن تستخدم كل قواها في هذا. هناك يعني مراهنة على ثبات وقوة وإرادة المتظاهرين، قوة هؤلاء الثوار. هذا جيل عنيد، هذا عناد من أجل الحق، من أجل الوطن، كبير جدا. على ذكر الأشواط القادمة أيضا، الثوار هددوا بإجراءات تصعيدية أقوى من الموجودة أو اللي اعتمدوها الآن. دكتور عبد الحميد العاني، هل تعتقد أن الإجراءات أو الخطوات التصعيدية لثوار تشرين التي هددوا بها، إذا السلطة لم تصغي لمطالب الثوار، ستكون هذه أكثر إيذاء للسلطة وقواها، وربما تجبرها على الانصياع، على الرضوخ، على الإصغاء؟ بالتأكيد، يعني كلما ازداد ثبات هؤلاء المتظاهرون وربما حدثوا في قضايا وأساليب تصعيدية أخرى، ربما كلها تصب في صالحهم وستؤدي إلى تحقيق آمالهم وأحلامهم بوطن حر يعيشون فيه بكرامة. لكن القضية لا تتعلق فقط على عاتق هؤلاء المتظاهرون في الساحات، بل على عاتق الجميع، على عاتق جميع أبناء الشعب العراقي. لابد من تضامنهم وتكاتفهم، لابد من حماية دماء هؤلاء المتواجدون في هذه الساحات وعدم تركهم وحدهم في الميدان، حتى وإن كان بالكلمة بالتأييد. ولابد أيضا من أنه هنالك القوى الوطنية جميعا تتكاتف، المجتمع الدولي عليه على عاتقه مسؤولية كبيرة بعدم ترك هذه الأحزاب المجرمة لسفك دماء هؤلاء الأبرياء من المتظاهرين من الشباب. والمسؤولية كما قلت هي مسؤولية جماعية لا تتعلق بهؤلاء فقط. أشكرك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل لأختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثت في مرحلة الخطوات التصعيدية التي دشنها ثوار تشرين في العراق. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي،
ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب، وأيضا ضيفنا من العاصمة القطرية الدوحة الكاتب الصحفي الأستاذ أياد الدليمي. أشكركم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان.